طيب يقول لك اطلع من الخماسي برضو ها بي اي، بس هذه المره ما في ولا شكل. دقيقه، شجره الظل، واحد اثنين ثلاثه اربعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بندر وبندرت، رجعت لكم مقطع جديد. في هذا الفيديو رح ألعب لعبة شوية غريبة وتحتاج ذكاء مرة. اسمها اللعبة دور، يعني باب. فكرة اللعبة بسيطة مرة، رح يكون في قدامك أربع أبواب وفي لغز في المكان هذا، لازم إنك تحله وتختار الباب الصح من الأربعة، وإذا كان جبته غلط راح تموت وتعيد من البداية وحاجة زي كذا، ما أدري تموت ولا لا، بس إنه تعيد يعني من البداية. أحسني ما نزل زمان ألعب وأجرب ألعب زي كذا كثير، فإذا كان عندكم ألعاب زي كذا أو أحسن أكتبوها لي في الكومنت عشان أجربها. ما طول عليكم يا شباب، لا تنسون اللايك وخلونا نستخدم الذكاء. يلا بسم الله نبدأ. أوه في طورين، ما أدري إيش، كاجوال ولا إنستين. طيب يلا هذا العادي. أوكي، ما أدري إيش هذا الثاني. يعني ذحني اللي فهمته كأنه في أربع فصول، فاهمي؟ فأنت تختار واحد. يا أخي شو من البداية ذكاء، من البداية. طيب يلا يلا نتقدم لهذا الباب. أوكي طيب، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واضحة ثلاثة. عيد عيد يلا. تحتاج ذكاء، مو جرب حظك. طيب طيب دقيقة، أول حاجة هنا يقول exit at number 4. أي يقول لي أطلع من الرقم 4. أوكي هو يبدأبك يعني شوي شوي سهل، بس هذا علمني بها بالضبط. يعني إيش دحين يقول لي أخرج من الرقم 1، بس هنا ما في أرقام، في حروف A B A C B D. واضحة واضحة وصريحة هذه A، لأن A هو رقم 1 في ال oh my مخ. خلاص الله. طيب هذه يقول لك اطلع من الرقم 3، بس اي ما في ارقام، ما في الا واحد. احتمال انه يكون ها، لا دقيقه، لو عدينا من هنا 1 2 3 هذا ممكن ذا الباب، بس لو عدينا من هنا 1 2 3 مو 3 لانه مكتوب في 1. ايزي غلط. ليه غلط؟ وكل مره يتغير الارقام والاشياء ذي. طيب اوكي دحن بدل 3 يقول لي رقم 1، هذا رقم 1 مسجل عليه رقم 1، لو يطلع غلط تفقع وجهه. اوكي صح، مخ مخ هنا. طيب يقول دحن رقم 3، ايش ذا ايش ذا رياضيات؟ ليه مربع مثلث دائره 1 2 3 4 خماسي الاضلاع؟ ما ادري. اوه ماي جاد اوه ماي جاد، خماسي الاضلاع رقم 3، يعني 3 اضلاع، يعني المثلث لو تطلع صح. احس بشارلوك جاني، مدري حاجه زي كذا. طيب هذه ذحين كلها بدون الواح، خلونا نقرا الرقم 4. ايوه دقيقه، هذا كانه كذا يعني مكشومة اللوحة، لازم ندور 4. هذا 4، هذا 3، يعني هذا 4. اوكي ديم يا شباب. طيب رجعنا دحين الابواب عادي 1 2 3 4. خلينا نقرا اللوحة. exit the number error، اي يعني اطلع من الباب الخطأ. ها اتوقع اني عرفت ايرور. تعرفون لما النت يفصل عندك ما ادري في الكمبيوتر بعدين يجي ايرور 404، يعني الباب رقم 4 ايزي. والله او ماي جاد ديم. طيب يلا ذحين يقول اخرج من الرقم 4، هنا ما في الا 2، ليش هنا سجون ما ادري ايش هذه؟ ايش اكيد لها دخل ذي ولا يعني انه مثلا هذه الحديده مثلث 3، هذا مربع يعني 4. والله ما ادري، ما ابغى خاطر، حيرجعني مره من البدايه، يعني انه هذا الباب مثلا، بس هنا مكتوب 2. بليز مان هيلب. يلا اجرب 2، المفروض ما استعجل والله. غلط. رجعت من البدايه يا شباب. اوكي رجعت الايرور. يلا يا سلام، والله طلع تحليلي مره مضبوط، ايرور يعني انه 4 ديم.
طيب ارجع ركز لهذه. هذه المرة صارت رقم واحد ذحين، ما ادري ايش هذه، متأكد ان لها دخل بس في ايش ما ادري. اوه شوفوا هنا حديد لحالها، يعني هذه واحد وهنا اربعة وهنا ثلاثة، ولا مرة ما لها دخل. يلا نجرب. بسم الله بسم الله. يس يس صح اوكي تيم. طيب بس اول كان غلط الاربعة، حسني جالس اجيب صدف. طيب هذه كلها ذحين بدون لوحات، يعني تشيل هذا البيكاكس ما اقدر اشيله واكسر امه. جيب وما في لوحة، اوكي هنا في لوحة. طيب رقم ثلاثة، رقم ثلاثة وكلها مغطية. رقم ثلاثة بس هنا كم خشبة؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، واحد اثنين، اوكي كلها اربعة. اوكي انا بس اتأكد جالس من الحقائق، ليش هاللوحة هنا بالضبط؟ يهو هذه ما اقدر اخذها، متأكدين؟ واكسر الخشب وخلاص ايزي دي. او ماي جاد او ماي جاد يا جماعة، ذحين انتبهت بعد فترة مرة وقت، ذحين انتبهت. شوفوا الحجر هنا، واحد واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة اربعة. او ماي اوكي، يعني ذحين هذه الحجر لازم انتبه اركز على الماب كامل مو الابواب بس. اوكي جبناها ديم. واو ياهو مرة ثانية ايرور، يعني اربعة ولا في لغز برضو؟ اكيد في لغز هنا، نشوف لازم من هذه عشان نحدد الايرور. طيب ركز في هذه الاشياء، اتبع الخط ذا، اتبع الخط. ايوه يوصلنا هنا هنا بعدين. او ماي جاد ايزي خلاص تم. غلط لا، يلا رجعت لنفس المكان ذا. طيب الخط هذا ما نتبعه ها، او ممكن ان نشوف الخطوط الثانيه. دقيقه بس، اوه دقيقه. لو تضبط فانا راح اسمي هذا الفيديو المخ النهائي، لو تضبط. يا شباب تحليل اللي طلع توقع انه بيض شويه، ثلاث خطوط هي موجوده وكلها تمر، يعني بهنا في واحد يمر الى هنا يدخل مع هذه، بس في اثنين ما تدخل. يا شباب مخي. ثلاث خطوط كلها ما تلتزم بارقامها، يعني مثلا رقم اثنين يروح لباب ثلاثة، ما في الا رقم يعني واحد، هذا الباب هو اللي يودي لنفس الشيء. فنجرب بليز بليز مان، ما ابغى حتى اشوف، راح اغمض. يا شباب ما في الا خط واحد اللي هو هذا يمر بذا، وبرضه يجي في هذا الحجر وبرضه يمر هنا، يعني ما ادري ايش دخل انه يمر بالثلاثه ذي، بس برضه راح اجرب. بليز بليز مي. والله شباب ما ادري ايش، نتبع هذا الخط يلا نجرب هنا كذا. لا هذا دخلته ذا الباب، اهدى تلخبط بين خطين يا شباب. انا كان ابغى هذا، دقيقه ايوه هذا المفروض اللي ادخله، هذا المفروض اللي ادخله صح. اوكي انا تلخبطت اول، بس احفظ احفظ، هذا الخط اللي يمر بالاشكال الثلاثه هو الصح، يمر بالاشكال الثلاثه، يعني فكرتي كان صح بس لخبطت تيم. طيب يلا ندخل هذا، ايه شيء غريب، حاجه ولعت الله يستر. ايش هذا الباب مقفل، ايش اسوي؟ ما انا فاهم هذا الباب ايش اسوي لامه، ما في اي حاجه ولا لغز ولا اي شيء، مكيف ذا مدري ايش. لا تقول لي ارجع على البدايه. واو يا شباب يعني ذحين انا خلصت هذا المكان. طيب ما في تصفيق واي حاجه يعني كذا تحفز الواحد كذا، خلصت بدون ما يقول لك حتى، لكن ما نحتاجها احنا الاذكياء. يلا ما عليه، ذحين خلونا نختار باب ثاني. هذا شكله يخوف، او هذا شكله مره مخيف، او هذا شكله جميل كذا كتكوته. يلا روح هذا، الوانه رهيبه. يلا اوكي اشكال ايزي نفس الشيء. ها اكزيت ات ذا دور وذ فيجر 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 اس كيو، يعني الشكل اس كيو اس كيو اس كيو اس كيوب، يعني ال الله ادري ايش الشباب ايش هذا، كيوت شكله كفوف هذا المكان. يلا اس يعني سمول،
كيو يعني كيوب يعني المعين. اتوقع له اجرب ذا ما ادري ليه بس عندي احساس. اوكي احساسك بيض. طيب دحين تغيرت ايش صارت؟ تي ار ايزي ايزي. هنا لو انت عندك انجليش تمشي تي ار يعني تراينجل مثلث. اتحدى لو غلط اتحدى لو غلط. اللي بعده يقول لك اطلع من الباب بي ناقص ان بي يعني ايش رياضيات رياضيات هذا هذا رياضيات ذا بي ناقص ان سيركل تراينجل سكوير وهذا ما ادري ايش بالانجليزي صراحه ممكن فايف فايف لا يعني خماسي الاطلع فايف ستريبرز ما ادري سماجه مره ممكن لو شفتها من منظور ثاني اعرف من هذا المنظور وربي شكل اخترت مرحله صعبه يا شباب انا لا تقول لي ذي مساله رياضيه بي ناقص الان اللي هو البي نص الضلع الدائره ايزي او ماي جاد صارت تي ار ناقص اي يعني تراينجل مثلث ناقص اي ايش ناقص اي تراينجل الكلمه شيل الاي اللي هو ناقص اي يصير عندك تراينجل نفسها اوكي انا متاكد ان بي يقصد هذا الشكل بس ناقص ان ايش ما ادري خلينا نجرب هذا الشكل اوكي ما ادري ليه بس شكله لما يجي مثلا هنا يعني تي ار تراينجل تدخل تراينجل ولا ما ادري او ماي جاد كم لوحه هنا نوت اول بانلز كان بي تراستد يقول مو كل اللوحات صادقه طيب هذا يقول لي اطلع من الدائره وهذا يقول اطلع من البنتاغون اللي هو شكله الخماسي انا اكلت فطور بريدج توداي ها يقول انا اكلت الفطور ايش سوى لامك انا طيب اوه في لوحه زياده دقيقه هذه يقول اطلع من الباب رقم 2 صدق مين واخلي مين انا وذاك اللي يفطر ايش دخله طيب هذا يقول مو كلها صح خلاص احنا اول حاجه كذبناك انت اوكي هذا مسوي يعني التحليل دقيقه خلوكم معاه بس هذا يقول اطلع من الدائره 3 علامات تعجب كانه يقول ترى انا اللي صادق اوكي هنا علامه تعجب واحده يقول لك اطلع من الخماسي هذا يقول لك تبغى تطلع من رقم 2 كيفك يعني ما في حتى علامه تعجب وحق الفطور هذا قصه ثانيه فاللي صادق الدائره لانه 3 علامات تعجب غلط ليش ما ادري طيب هذا يقول ذحين هذا تغير صار الرقم 3 بس كل اللوحه الباقيه نفسها يعني ما دام انه تغير يعني هو صادق رقم 3 1 2 3 او انه يقصد برضو 3 هذا مثلث 3 اضلاع او ماي جاد اوكي تيم ما ادري ايش الصح هل هو الرقم 3 ولا انه الاضلع اطلع من الباب بي بي اي اللي هو الخماسي اوكي وهذا يقول ايرور 1 ايرور 3 ايرور 4 ايرور 5 واضحه ولو جبتها فراح اسمي لهذا الفيديو المخ النهائي بي اي اوكي يعني خماسي هنا رقم 5 يقول رقم 1 لو نلاحظ الدائره هنا مرتين يعني هذا حبتين اسحب عليه هذا المثلث ولا نعد النقاط 1 2 3 4 5 6 هنا ما في نقاط هنا اوكي لا لا تحري التيس لا يا شباب نمبر 1 ما في الا المربع هو اللي خط واحد تحسه صح واضحه هذه واضحه او ماي جاد يا المخ مخ هنا طيب يقول لك اطلع من الخماسي برضو ها بي اي بس هذه المره ما في ولا شكل دقيقة شجرة الظل 1 2 3 4 والله دقيقة يا شباب الشجرة احسها قريبة من الشكل الخماسي يعني فاهمين فنروح هنا ايزي اللي بعده طيب يقول لك اطلع من الشكل اس كيو يعني المربع سكوير
يلا ندور ذحين المربع. هذه المرة ما في ولا لوحة حتى ولا أي حاجة. ها هذا مربع بس داخله دائرة. انتبه خدعة هذه. أوه شوف شوف قبل ما أدخل في أشكال. هاي اللوحة ذي هذا المربع. أوه ماي جاد دقيقة. لا وهنا مربع برضو. ها اصبروا اصبروا ايش هذا؟ في دائرة قدام قدام الباب اللي قدامي اللي هو هذا المربع صح؟ ارجوك ارجوك انها صح ارجوك. لا رجعنا هنا بس هذه المرة يقول سي اي هذه الدائرة هذا صح؟ اوكي ضبط معانا هذه المرة. طيب دقيقة دقيقة هذه دحين يقول اطلع من اطلع من الباب شكل علامة استفهام. طيب هذه الاشكال العادية هنا وهنا شكل غريب ما ادري ايش وهذا شكل طايح. اتوقع هذه حق اللي ورا ما ادري اتوقع انه الدائرة. ليش؟ لان الدائرة بدون ضلع فلو انت وقعت مثلا داخل دائرة راح تستمر وما تدري كيف تطلع. ايه كيف اطلع من الدائرة؟ لو تضبط فهذا التحليل النار. ايش سوي دحين؟ ايه انا لسه ما نعرف كيف اخرج من الدائرة. غلط. هاي الدائرة هي صح؟ اوكي هي دائما صح. طيب مدام ان الدائرة جربتها وغلط يعني المثلث الصح. اوكي حلو بس دحين ايش مربع ومثلث؟ هاي ايش ذا جرب حظك. انا جربت المثلث يعني اجرب دحين المربع. او ماي جاد غلط. طيب يلا رجعنا اول شيء الدائرة بعدين المثلث بعدين برضو المثلث. دهم خلصناها. يا سلام اصلي اصلي. اوكي بس شباب نوصل لنهاية الفيديو اتمنى انكم استمتعتم. شوفوا هنا خلصت مرحلتين بس هنا في باب بس بعدين لو ولعت هذا يبقى في اثنين زيادة ما ادري فين بالضبط. بس حبيت اني اغير جو شوي في القناة اتمنى انكم استمتعتم باللعبة. لا تنسون تقيمون المقطع وتعطوني لايك ونشوفكم على خير في امان الله. سلام عليكم. We'll be right back.